السلام عليكم خوتي وخواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي دايره الصحيحه وكل شيء بخير؟ اليوم جيت نعاود لكم واحد القصه حقيقيه 100% علمتني في قلبي. هاد المراه كتسكن في دول اوروبيه، اليوم عيطت عليا مع الصباح، بقيت انا وياها تقريبا كي ساعه وحنا كنهضروا. علمتني، عاودت لي واحد القصه حقيقيه 100%، والله مكذوب، الا كانت كذوب انا ما نعاودهاش ليكم. هذه حقيقيه خوتي، كيف ديت البارح كيف ديت اليوم، هذه ديت اليوم علمتني وقطعت لي القلب. كيف الناس اللي ما بقاش من الرحمه، اللي كيبغوا فرقه وحده على الراجل ديالها، كيحبها وكيموت عليها من القلب ديالو، كيبغي يفرقوها بين الطريقه بالسحورات وبالتجعيش باش يفرقوها، يخلوا لها حياتها ديما معلمه، ديما هي كتعلم في قلبها، ديما كتبكي ليل ونهار. اما النهار البيض ما شافت مسكينه، كتخدم وكتدمر على وليدها باش صيفط ليه لقمه العيش ديالو. انا هذا انا بعدا هاد القصه ما لقيتش منين غنبداها ليكم. قصه صعيبه شويه وطويله، كتعلم في القلب. هذه وحده كتسكن في المغرب، واحد توا من المغرب كيكون من الدول الخارجيه، تلاقى معها على عبر التواصل، على عبر الانترنت باش تواصل بها. هادشي اللي ولا كيتواصل بها وتعرف بها على شغل الانترنت، هادشي تعرف بها، شد من عندها النمره ديالتها، عاد كيتصل معها في واتساب، عجبته وعجبها بغاها، قال لي انا هي اللي ارتحت ليك، ديجا خطبت وحده اخرى وما تفاهمتش انا وياها، بغيتك انت هي الحب قلبي ليك، انت هي اللي بغيتك من اول مره شفتك، انا بغيتك من ممكن تهضري معايا ابل فيديو نشوفك وتشوفيني، عجبتيني وعجبتك وبغيتك من القلب ديالي. قالت لي هي اللي بغيتيني، جيت تعرف على الوالدين ديولي. انا ما عمرني ما درت علاقه مع شي واحد، ما عمرها الدريه تعرفت مع شي واحد، ما عارفاش حتى الطريقه ديال الحب كي دايره، ما عمرها ما تعرفت مع شي واحد. اول مره هو الحب ديالها هذا الواحد، تلاقات معاه عبر الاجتماع لشغل التغنت، فاش تلاقات مع هذا الدري عجبها وعجبته. الدري كتقول عليه هي منظروك الدري كتقول الله يعمرها دار، ما عمرني مشت منه كلمه العيب، واني الوالده ديالو رابطه في الجناح ديالها، ما كترخيش بحال ديك الدجاجه اللي كتكون جامعه ولادها، نمشي شي واحد كتبقى تقاقي تجيبه، ما كترخيش الولد ديالها، ما كترخيش يتنفس، ما بغاتوش يتزوج. ناض هو الدري بغى الدريه، ناض مشاو خطبوها لي. قالت ليه الام ديالته ما نجيبش لك وحده تاعت المدينه، نجيب لك وحده تاعت العروبيه، انت يا لبيتي الخير في العروبيه ولا المدينه؟ راه عندنا باه كتلقي الخير في المدينيه ما تلقيش في العروبيه، راه حتى العروبيه دروكا امي ولا اختي اللي بغات تزوج ولدها بنت العروبيه، حتى العروبيه دروكا تطور، راه ما بقاوش ديك العروبيه ديال بكري، العروبيه دروكا ولا التليفون ولا تمال الانترنت ولا هادشي بزاف، راه ما بقاش العروبيه، راه ما بقيت تعرف العروبيه من المدينه دروكا بحال ولا التلفازه ولا الثلاجه ولا الضو ولا كل شيء، داكشي اللي كان محروم منه ديال العروبيه راه ولا عندهم دروكا، ماشي بحال بكري. هاد القصه خوتي طويله حقيقية، كتعلم في القلب. هاد الخط اللي عاودت لي القصة ديالها طويلة بزاف، راه خوتي علمتني، انا بكاتني، راني نشوف وجهك يدير، راني ما قبل ما نبداها راني بكيت، وعلمت لي في القلب ديالي. هاد الخط معها بالشفاء، ربي يشافيها ويعافيها لوليدها يا ربي. هاد القصة ديالها كتعلم وكتبكي، ما كنقول لكم شي حاجة خوتي بلا ما هي حقيقة، راه بكاتني خوتي ما نكذبش عليكم، قصة حقيقية ومعلمة، معلمة كتعلم في القلب خوتي، والله العظيم كتعلم في القلب. كنعاود فيها وكنبكي، القصة صعيبة بزاف ما لقيتش من نعاودها. ناضت هاد الدرية، خطب هاد الدري ورجع الإمارات وخلاها في البلاد، صافي بغاها بغاتو. قالت ليهم ما نجيبش لك بنت المدينة بنتك بنت عربية. قال لها هو لا ما خطبتش ليا هاد الدريه وجهي الله لا بقيتي شفتي. قالت لي لا صافي، مني بغيتيها انت مانيش انا اللي غنتزوج بها، مني بغيتها نخطبوها عليك. مشاو خطبوها، داروا اللازم عليهم، داروا الخطوبه ديالهم. رجع الدري الامارات، رجع الدري هنايا الامارات،
هي في البلاد مسكينه صيفط لها كل شيء، ما عطلش في العرس، ما بات 3 اشهر قالت لي هكا داروا العرس، صيفط ليها كل شيء، صيفط لها الفلوس باش تخيط الحويجه ديولها كل شيء باش تصوب داك الشيء على قدها، صيفط لها كل شيء الدرياق قومت داك الشيء كل شيء الاوازم ديال العروسه وجدتهم الدريه بحدا عروسه، انا عروسه كتكون فرحانه اللي بغاش واحد من القلب ما كانش عالم على هذا الشيء، من هو دروك ما يدير لها شي حاجه اللي كضرها في الخاطر ديالها، كل شيء من الام ديالو، الام ديالو الدري واش بتزوزيه الام ديالو، اقوله يا بتبقى شاده ديما، الدري ضروري يبني حياته، ضروري يدير وليداتي، ضروري يجي واحد النهار نتفرقوا مع وليداتنا نكونوا حداهم ونولوا جيرانهم، ضروري من هذا الشيء، راينا ام خاصها توجه راسها لهذا الشيء وتوجد راسها لهذا الشيء، راينا وحده ماشي خدم الدري وتبقى استغلال الدري، لا ما تستغلليش اختي ولا امي ولدك، لا ما تستغلليش، الدري ضروري يدير وليداته، ضروري يدير زمانه، ماشي غيبقى مقابلك مقابلك مقابلك، راه غيعطيك شويه ونتا هو فكر لي دوار الزمان ديالو، هاد الدري باني الدار لوالديه مسكنهم فيها، ومني تزوز مع الدريه اللي بغا وخلاها خرجت حامله من شهرها الاول، خلاها مسكينه كتوحم وخلاها في المغرب ورجع الامارات باش يخدم دارك باش تطلع على وريقاتها ويجيبها، خرجت مسكينه كتوحم قالت ليك أليم اللي حنوا فيها هذيك المرأة، أليم كحنوا فيها وتهلاو فيها، ربي غيزازيهم بالخير، المرأة قالت لك ماتت كضرب جبتها في الناموسية وتقيد الدم، جاها الوحم واعر تقيد تقيد تقيد، ما كاش اللي عتقها يخلوها تما ما يعتقوهاش بشي حاجة، مرضت جاها فقر الدم، مرضت تعذبت العذاب الشرير، قبل ما يجي ولدها لهنا قالت ليه في بط تبقى هي تمشي عند امها ما تبقاش معانا، شوفوا الام ديالو استغلال ديال ولدها كيدير، استغلي استغلي ولدك بحال هكا، حني في هذيك المراه، حني فيها دراها بنتك، ما تعرفيش تجي بنتك في بلاصتها راه حشومه، ما تعرفيش انت تكون بنتك في بلاصت هذه المراه، هذه المراه مرت ولدك مازال هي تحن فيك على بنتك، نهار تزوز بنتك تقدر هي ديرك العجب اللي ما ديروش لك مرت ولدك، تهلاي في مرت ولدك، حوزيها عندك، ديريها بنتك، ديريها صاحبتك، علاش كديروا عيالات ولادكم بحال هكا؟ شريرات علاش؟ حشوم عليكم، ربي ما غيخليكش فين غتنعسي، اللي كديري لهاد مرت ولدك بحال هكا، مني عاودت لي هاد القصة، علمتني يا خوتي، قلبي بقى ليا وارد، بقات فيا بزاف، أنا ديجا لي شي واحد يشكي عليا، يشكي عليا وعاود لي شي قصة، كنبكي. كان بكي من القلب ديالي كيبقى فيا الناس بحال هكا ما نكذبش عليكم وقلت قصه حقيقيه ماشي كذوب باش نجيب لكم شي حاجه وكذوب ما نعاودهاش ليكم وما نطبرهاش عليكم وما نكذبهاش عليكم هاد القصه حقيقيه حقيقيه قالت مسكينه بقات كتوحم ومرضت تعلمت بزاف عالم الشرير سبحان الله هاد البيت راه معدري لا مونتاج لا والو نحكي لكم بحال هكا تعلمت مسكينه مشات عند الام ديالها فين كملت الوحم ديالها بعد ما كملت الوحم ديالها عند امها ولدت مسكينه جا الوجع جا الوجع مسكينه جا الطرد قلت لها حاشاكم ديك الفكيه قبل ما تمشي للسبيطار جا الوجع لا والو جا الوجع بروده حيت مريضه مسكينة دوجت العادة مريضة جا فقرت ومرضت قالت لك ولات بحال العويد ما عادش داروا ليا نشفت ديك المرأة في داك الوحم نشفت ماتت والراجل كيصيفط لها الفلوس وكيشدوها ما كتهلاوش فيها مشات عند امها مشات عند امها نهار اللي جا الوجع زها السبيطار مسكينة قالت لك دقوا لها جوج لي بارح حلفت الوجع اللي بيجوها دار لها شي مجهودات باش ولدت ولدت داك الوليد وهي جا غموجة جاها بقات كتسيني بزاف من الدم الدم جا المغاجيل بقات تسيل بزاف بزاف الدم المغاجيل بزاف بزاف بقات جاتها حاشاكم بقات كتهود هود تنزف بزاف ما لقاوش لها الفصيله تاع الدم ديالها باش يزيدوا هاد الدم ما لقاوهاش بقاو قلبوا شحال باش لقاو لها داك الفصيله ديال الدم باش يزيدوها ليها حيت ما لقاوش الدم ديالها بحالها قالت لك جات العدوزه ديالها
اول مره دخلت السبيطار ما سولت فيها هي يا راه مريضه، دخلت الانعاش ما سولت فيها جدي راك كتشوف الدري واش دري ولا دريه. قالت لي ما انا فرحت من لقيت، انا فرحت من لقيت، من لقيتو دري، وانتي دري ولا دريه مالو ديالك، راه غينفع امو ان شاء الله يا ربي، داك الوليد يكون رزق ديال امو وينفع امي ان شاء الله يا ربي يفكها من هاد المشاكل اللي كتعيش فيهم معاكم. انتوما ما يشفقش فيكم ربي، انتوما بحال هكا ما يشفقش فيكم سيد ربي. لقيتوها درويشه ولقيتها كبرت ايتيمه ما حنيتوش فيها، ونيجي ربي من يعذبكم كما كتعدوا بنات الناس، كما كتعدوا بنات الناس يجي ربي من يعذبكم، كما كتعدوا بنات الناس يجي ربي ان شاء الله من يعذبكم في قاري. ما تعرفيش انت يا نهار طيحي، ما تعرفيش شكون غيقابلك، تقدر هذيك مرت ولدك اللي عذبتيها تقدر هي اللي تقابلك، وهي اللي تكون حداك، وهي اللي تبدل لك، وهي اللي غدرك ليك واش ان شاء الله، وتقابلك نهار المرضي وتطيحي في الفراش. وقالت لك البروكة مسكينه، قالت لك دازت ولدت وجابوها، ولات شويه لاباس عليها، خرجت من الانعاش وجابتها للدار عند العدوزه ديالها، جابتها للدار قاستها في البيت. قالت لك ما دارت لها رفيسه، ما دارت لها اسبوع ما تعطيها تاكل، ما تنوض الصباح ديرها حليله سخونه، حنا النفيسه نديرو لها الدجاج السخون ونعطوها البلول ديالها تشربو، ونديرو لها الرفيسه ونديرو لها الحليله مع الصباع والحاجه المخيره هي تاكلها، كنديرو لها بحال الاميره ما تنوض كاع من البيت. قالت لك هي قالت لك جاتها الرعده كتحبت تموت، جاتها الرعده. قالت لك عيطت لامها الوالده، عيطت لهم، قالت لك جاو مع 6 تاع الصباح. ملي قالت لك جاو مع 6 تاع الصباح جابوا، قالت لك يا مدي سيري، قالت لك الفواكه اليابسه والفواكه الفخي، وقالت لك الدجاج البلدي، وجابوا قالت لك ما خلاو ما جابوا، جاو عندي وطيب وتعطيني. قالت لك وليت شويه الحمد لله، وجاب الدجاج البلدي الاخرى. قالت لك عا خرجت الوالد نقولوا له رجعوا، وجرات داك الشيء بقات ما قالتك 16 وبقى داك الشيء في الفريغو، ما عطاتها تاكل، ما حنت فيها، وبلوص الراجل ديالها اللي كيصيفط لها هادشي، الراجل ديالها اللي كيصيفط هادشي. وقالتك ناضت منفيسه، ناضت في انفيسه وكتخدم عليها. ناضت قالتك شي نهار قالتك كطيب الخبز مسكينه، وتحرقت قالتك في عينيها وفي وجهها كامل تمشي ليها، ولدها ما بقات قدرت تبدل ليه حتى ليك، واش بقات بحال مسكينه تشري في البوماضات ودير له وجهها وناكره داكشي كلشي على الراجل. شوفوا هادي ما كيحنش قلبها. قالت لك عذبتها العادي بالشارع باقا مسكينه لدروكا. ملي قالت لي القصه قالت لي لدروكا، قالت لي كان كي باقا حياتي لدروكا مريضه، مشى لها قالت لك واحد العرق في بزولته تبوشه من التخمم بالحليب، مشى لها من بزولته تبوشه لواحد العرق، وعاصب عندها في الراس الجلد ديال راسها كيضرها دائما. هاد المره معلمه، طلبوا لها يا خواتي تدي الشفاء، ربي بينا يشافك ويعافيك يا اختي، الله يعمر ربي يعطيك الشفاء ويعطيك القوه باش تقابل وليدك يا ربي. وقالت لك هاد المره مني سالت كل شيء، سالت هاد الشيء، وجات مسكينه سمحت في ولدها صغير، سمحت لي في المغرب ليهم، خلاتو ليهم وتبعت راجلها هنا لاوروبا، خلات وليدها صغير قابلها لها. قالت لك كتصيفط لها 1000 درهم 20000 ريال وشي حاجه اللي كتصيفط لها كل شهر باش تقابل هذاك الدري. وقالت لك تعيط لي في التليفون، وتعيط لعماماتها مع بثلاثه ولا اربعه، حتى شي وحده ما كتقرا الميساج وما كيجاوبوهاش، ما كيجاوبوهاش على الميساجات ديالهم، وباش يفقصوها كيتاو كاملين ما يجاوبوهاش، باقي لدروكا فاقصينهم وشادين لهم الدار ديالهم ومخليينهم بحال هكا، وولدهم لدروك معذبين في حياته داكشي اللي جمع يصيفطوا ليهم، وهي مسكينه معذبه في حياتها مريضه وكتخدم على وليدها وتصيفط ليهم باش يعيش داك الوليد ديالها. وانا بيت هاد القصه ديالها توصل اين بنت توصل في الاول، وتشوف مع من تزوج وتصرع الوالدين ديالها هما الاولين، ما عمركم ما تزربوا على بناتكم في شهر واحد تزوجهم وتقولوا راجل الراجل اللي كيبغيو اللي كيبغيها ونعطى عليه، خصكم تكسبوا حتى والديه والزينين ولا خايبين. ديما نشوفوا الوصره ديال الدري والزينين ولا خايبين، ماشي غير تشوفوا الدري مزيان وتزربوا بالعرس وتزربوا بكل شيء. نتمنى هاد القصه تكون مفيده ويتستافدوا منها البنات اللي باقين على الزواج، يتستافدوا من هاد القصه يا ربي. والوالدين تهلاو في ولادكم ولا جدو عيالات ولادكم، تهلاو فيهم ما تعذبوهمش كيف هاد الدريه اللي تدعي عليكم الصباح والعشيه معذبينها في حياتها،
حشوم عليكم ورب اللي غيخلص ليكم ورب اللي غيزازيكم هادشي اللي كديروا لبنات الناس يا ربي. نتمنى هاد القصة توصل جميع الناس يا ربي، راه قصة حقيقية وراني كتشوفوني من بديتها وانا كنبكي، راه طويلة بزاف اللي جيت نعاودها ليكم، راه الفيديو غيكون فيه جوج سوايع طويلة بزاف، انا قطعت مقطع وزديتهم، راه طويلة بزاف اخوتي القصة اللي بغيت نعاودها ليكم. وبالسلامة عليكم ولا فيديو القادم ان شاء الله يا ربي. السلام عليكم، تهلاو ليا فراسكم يا ربي. السلام عليكم.